السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. البارح كنت حطيت واحد الفيديو تريكولا هو نفسه، ولكن راه ماشي اليوم. اليوم راه الخميس. البارح حطيت واحد الفيديو على الريجيم المثالي ولا اليوم المثالي، شنو ناكلو فيه كل شيء. وشفت في التعليقات جاوبوني بزاف الناس على ان الفطور مهم، واننا بلا الفطور. كاين واحد الصديق ديال الصفحه وكنشكرو كان كتب ليا، قال لي بلا ما كانش الفطور ما غتكونش الطاقه وما غيقدوش نشدو الريتم الايقاع، ما يكونش عندنا النشويات والكربوهيدرات وبلا بلا 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 بلا. مزيان التدخل مزيان كل شيء، ولكن نقول لك يا صديقي السكريات او النشويات، السكريات السريعه والسكريات البطيئه، الكربوهيدرات هو السكريات البطيئه، الجلوكوز هو السكر السريع، هو السكر ديال الفواكه ولا السكر بحال هذا، هذا كيعطيك واحد الطاقه لحظيه في نفس الوقت. الطاقة ديال الفعل ديال لو ريتم كلشي كتجيك من الدهنيات، وباش نخدمو الدهنيات خصنا الأكسجين يصلي، خصنا التنفس، التنفس بعمق، وحنا كنترينيو كنتنفسو. يعني الدهنيات كيعطيوك من 9 لي كالوري، السكريات كيعطيوك 4 لي كالوري، يعني الدهنيات كتر. يعني الجسم ديالك إلا كانو فيه دهنيات، وأي جسم فيه دهنيات، مكاينش جسم لي مفيهش دهنيات، واخا يكون بنادم رقيق. الهرمونات ديالنا عبارة عن الدهنيات، الدماغ ديالنا عبارة عن الدهنيات، النواقل العصبية ديالنا عبارة عن الدهنيات. ديما عندك الدهنيات، الجسم ديما عنده الطاقة، ولكن باش نفعل هاد الطاقة، باش نفعلها خصنا واحد الحاجة اللي مهمة هو النوم. إلا مكانش النوم مكاينش شي مشروع في الحياة ديالك غينجح. علاش؟ لأن النوم هو اللي كيوقعو فيه إحياء العضلات، النوم هو اللي كيعطيك الطاقة. نعطي مثال باش مبقاش نهضر معاها في السطحين، ندخلو في داكشي بعمق. كنا مشينا للعراسات، كنا معروضين وكلينا مزيان وكلينا ما طب ولا دا من المأكولات، السمك، الحلويات، البساط، داكشي اللي كتعرفوا، كاع الانواع ديال الاكل كليناه وشطحنا ونشطنا وما كناش في ستريس. الغد ليه واليوم التالي واش كنكونوا بطاقه ولا ما كنكونوش بطاقه؟ ما كنكونوش بطاقه، كنكونوا عيانين مدكدكين، ما كاينش الطاقه. وحنا كلينا مزيان اللي كيقول لي الماكله هي الطاقه، وحنا كنا ناشطين ما كناش ستريس. يعني اشنو اللي كان ناقصنا؟ كان ناقصنا النعاس، لان الليل كامل ما نعسناش، ما احليناش الجسم ديالنا، لان الجسم ديالنا طاقه باش تجي خصو النعاس. لذلك كنلاحظوا ان العدائي الكينيين، كنلاحظوا نعطيكم واحد المعلومه اللي زوينه غتفيدكم بزاف، كريستيانو رونالدو اللي كامل كيعرفوها، بكثره انه مشى بعمق في انه بغى لا بيرفورمانس. عندنا حنا واحد 6 لي سيكل ديال النعاس بالليل، 6 دورات ديال النعاس. هو عاد كيقسم دوك 6 دورات ديال النعاس، كيقسمهم على النهار والليل، كيدير 6 لي سيكل ديال ساعة ونص، كينعس ساعة ونص وكيفيق، كيأدي داكشي اللي بغا يدير، إما الرياضة، إما الميديتاسيون، إما لي تيرمون، كينعس ساعة ونص، يعني كيدخل اون سومي بروفون باش يريكيبيري. هذه معلومة جديدة قليل اللي عارفها، ولكن هذا هو السبب أن لونجيفيتي ديالو. اون توكا الفطور ماشي مهم، خاصك تولف انك تمشي تخدم لا ليبوليز. ملي كنقول لا ليبوليز، ليبيد ليز هو الحرق، ماشي لا جينو ليز، ما كنديش غليكوليز، لا غليكوليز ما كنحرقش الجليكوجين، كنحرق الدهنيات. باش نحرقهم خصني نتريني وخصني نتهلا في راسي. كنتمنى ان هاد لا فيديو تنفعكم، اذا عجبتكم تشاطروها مع اصدقائكم، الا كان عندكم شي تعليقات انا مستعد نجاوب عليهم. تهلاو في راسكم وبروني سوان دو فو بار فو اي بار فو. السلام عليكم، كان معكم طارق المليح.